لو جينا اتكلمنا عن برنامج الستريت فيو، هو برنامج بينزل من البلاي ستور عادي. برنامج الستريت فيو طبعا هو برنامج مختص بالطرق وبالصور 360. هي أداة جميلة جدا طبعا لتخطيط الطرق برضو وتوضيح الأماكن أكتر. البرنامج طبعا هو ستريت فيو، اللي هو شكل راجل لونه برتقاني كده، وظهره علامة الجي لونها أبيض على خلفية خضراء، وفي خط أبيض كده من الطرق. لو دوسنا عليه كده بيفتح معانا. طبعا أنا طبعا واخد الإشارة بتاعت التراستد، اللي هي الشاشة الخضراء دي. خدتها ازاي؟ طبعا بعد ما نزلت البرنامج باستخدام الكاميرا 360 صورت ما يقرب من 50 صورة. 50 صورة دول رفعتهم على البرنامج، وبدأت جوجل تعمل لهم تيست. وبالفعل زي ما هكم في الرسم البياني موجود الستاتس اهي، جوجل مابس ابروفد فوتوز 54 فوتوز. هي لازم 50 في اكتر، اول ما بيوصل ل 50 فوتو ابروفد بيبدأ يديلك إشارة ويعمل لك available for hire، إن أنت متاح للشغل، وبينزل اسمك وبياناتك على الموقع الرسمي بتاع الـ Trusted Street View. بتبقى أنت Trusted Street View Photographer موثق من قبل شركة جوجل، وده بيتاح لك إن أنت لو حبيت إن أنت تقدم في خدماتك لأي حد. طبعا ايه، بتبقى العملية اسهل شوية، ان انت تقدر تقول له انا اسمي وبياناتي كلها موجودة على الموقع. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الصور، انا مصور صور كتير، عديت فعلا الرقم 50 بمراحل، حوالي 56 صورة لحد دلوقتي، وخدت فعلا البادج اللي هو بتاع تراستد. الاصل في استخدام البرنامج هي الكاميرا ال 360 او الكاميرا 360 يعني. مش مهم النوع، المهم ان يكون ابروفد من قبل شركة جوجل، وده بتعرفه بعد ما بترفع الصور بيبدأ يقول لك ان هي ابروفد اور نوت. بعد كده انت بتبدأ، اذا حبيت ان انت ما عندكش كاميرا 360 تستخدمها، هبقى اشرح لحضراتكم الطريقة في فيديو تاني ازاي ان انت تعتمد على التصوير. طبعا هي عملية شاقة جدا ان انت تصور صورة 360 عن طريق الكاميرا العادية بتاعت الموبايل فون، لكن ممكن اشرح لحضراتكم ان شاء الله في فيديو تاني. برضو ده بيتم عن طريق ان انت برضو بتدخل بالاكاونت بتاعك برضو اللي هو على الجيميل. يعتبر الشغل كله بالاكاونت بتاع الجيميل، فهو مهم جدا. بتبدأ برضو هنا في مراحل ان هو بيوري لحضرتك الصور الاخرى، ناس تانيين مصورينها، زمايل او حد من شركة جوجل نفسها. بيبدأ يوضح لحضرتك مثلا توب 82 ريزلز راوند ذا وورلد، يعني معظم الصور اللي هي اتصورت حوالين العالم برضو من زمايل لينا على مستوى العالم واخدين البادج، او من قبل شركة جوجل نفسها حاطة البادج بتاعها وكاتبة جوجل ستريت فيو. طبعا الصور دي مهمة جدا انها بتخدم الناس، وده اصل شغلنا ان احنا نخدم الناس. احنا مش عايزين مقابل، الاصل احنا الاصل ان احنا نخدم الناس فقط. يعني اي حد يحب يخدم الناس يشترك في برنامج اللوكال جايد، ويشترك في الستريت فيو، وممكن يوصل لمرحلة التراستد. فلما يجي يعمل شغل يعمل شغل طبعا بشكل افضل. الحاجات دي طبعا حضرتك زي ما شايف اوبن كاميرا، ممكن تفتح الكاميرا بتاعت حضرتك وتصور بيها، او ان انت تعمل كونكت مع 360 كاميرا 360 وتشتغل عليها، وبعد كده تبدأ تعملها بابليش تنشرها، وبعد كده هما بقى بيوافقوا عليها ويبدأ الشغل بتاع حضرتك يظهر على الخرائط، سواء باسم الشركات أو الأماكن اللي حضرتك عاملها، أو باسم مثلا الدولة اللي أنت فيها. ونشوف حضراتكم في فيديو تاني إن شاء الله.